مرحبا مشاهدي وقراء موقع اليوم 24، سنأخذكم معنا في هذا الروبورتاج لاكتشاف أحد مناجم الرصاص، منجم أردوز فوق تراب جماعة أزغور. كان يرد رصاصا من نفق على طول 2000 متر وسط هذا الجبل ممتدا حتى جماعة إغيل، ثم تفجرت منه عيون الماء، ارتفع صبيبها بعد الزلزال بشكل لم يشهد سكان المنطقة. احنا في الباب ديال المنجم ديال المينا ديال أردوز اللي كانت في الاستعمار في 1956، وكانوا خدام فيها بزاف ديال الناس كيخرجوا منها المعدن، وكاين اللي كاع متقاعد منها، بزاف ديال الناس اللي متقاعدين منها، ودابا ما بقاتش خدامه، راه الحمد لله خرج منها الماء بزاف، هو اللي تينفعنا في الفلاحة وكل شيء. والوالد ديالي راه كان خدامني هنا متقاعد من هاد البلاصه هادي، والحمد لله هي مناش خارج دابا هاد الماء، مناش تنعيشو تنسقيو منه شويه البطاطا شويه البصله، وهو مناش عايشين. دابا من هنا كانوا تيجيبوا المعدن وتيديوه في التليفريك من هنا لتحت، فاش كانوا الناس خدامين فيه لوزين فيه كل شيء، وخدامين الناس مزيان، كاين تما السوبر مارشي، كاين تما الناس الجزاره، كاين كل شيء تما خدام. ايوا ملي سالات هاد الشركه صافي ما بقى خدامين الناس. انا كنت خدام في الشركه في الجبل والغيران، غيران كاين 70 متر لتحت، وكاين سميتو الفاصمات في الجبل، وداك تا سميتو ديال تم الجشت خارج فيه 3 كيلومتر، خارج من هنا كنقولو واحد البلاصه اودنت، كيجيبو المعدن من تم كيخرجو لبرا. كيطحنوا في اللوزين، كاين الناس خدامين ديك الساعة، حنا شي تقريبا 150 واحد، 117 ريال باش خدمنا، مشات في سميتو في 72، 71 72 باش تريتات، كتبوا الطريق ديال لبيش من سميتو من مزمز حتى الجبل الفوق، الشركة كاينة الفوق فيها الباترونات وفيها سميتو اللوزين، كيطحنوا المعدن، كيدير لك مايوات. لا سميتو لا سبي واحد انتقل، كان اللي عنده الثقافه كان اللي ما عندوش، ما تما الحساب ديال الصندوق كان اللي خدم غير سميتو 3 سنين 4 سنين عام باش تري تاع صافي، اللي عنده خدام بزاف شدو التقاعد، كان اللي عنده مواق مودرين ما لقى ما شدت والو، مشاو حتى لا كيت قال كان شي ورقه، واخا ما كانش ورقه راه ما كاين ما ندير لكم. الماء كاين خرج من الغردين ما تردوه، كاين الماء تحت تحت سميتو الجبل، كيخرجو الماء كاين البنبات في البير، كيطلعو الماء كيخرجو برا.